دكتورة كقراءة سياسية لها تطور، احنا اليوم في 14 يوم نرجع لك طوفان الأقصى. الآن اليوم أعتقد البارح تم فتح المسار الإنساني، ذكرت منذ قليل إطلاق سراح رهينتين بوساطة قطرية، هما عندهم جنسية مزدوجة أعتقد أمريكية وصهيونية، وكذلك تم إطلاق فتح معبر رفح، هذا في الوقت اللي نشوف التحشيد للحرب البرية. هل هذا المسار الإنساني منفصل عن المسار العسكري، أم قد يكون خطوة ربما اتجاه تهدئة؟ باعتقادي أن العقيدة الصهيونية هي عقيدة أمنية بحتة، باعتقادي أن هناك انفصال بين الواقع الإنساني وأيضا الواقع العسكري أو الأمني، بالتحديد أن الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد الكابينت الأمني والكابينت المصغر وحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الطوارئ التي هي تحت سياق حكومة الحرب، هم مصممون على القضاء على المقاومة الفلسطينية ومصممون أيضا على القضاء على القدرة أيضا العسكرية والقيادية والحكومية لحركة حماس في قطاع غزة. فيما يتعلق في واقع القوى الإنسانية، الاحتلال الإسرائيلي اليوم أصر على عملية إدخال المساعدات بفقر الرهائن الأسرى الإسرائيليون، لكن حركة حماس أبدت حسن النية أن تقدم الرهينتين وهي الأم وابنتها وهو من جنسية الأمريكية. هذه إشارة أن حركة حماس هي تريد بالفعل وقت إطلاق النار، ولكن في سياق أن يكون هناك بالفعل عملية استكمال صفحة حماس، بمعنى صفقة الأسر أن يكون هناك رفع الحصار الكلي والشامل عن قطاع غزة، هذا أولا، وأيضا أن تحقق أهداف سياسية وانتصابات سياسية ثانية، وثالثا أن يتم تحرير صفقة الأسر الفلسطينيون. هناك داخل المعتقلات الإسرائيلية يعني قرابة 6,000 أسير فلسطيني، وهناك بالضبط 1,050 أسير إداري، وأيضا هناك 1,000 أسير مريض ناهيك عن الأسرى النساء. فبالتحديد لذلك فضل الاعتقالات الجديدة دكتورة في الضفة أعتقد وصلت 800 في الأيام الأخيرة فقط، فضل الاعتقالات الجديدة دكتورة. بالفعل يعني يوم أمس كان هناك اعتقال 100 أسير فلسطيني، طبعا دون أن يكون هناك أي أدلة بمعنى أنه أسير إداري يتم اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي دون أن يكون هناك أي أدلة أو إدانة، لكن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر يقوم بشن اقتحاماته واغتيالاته واعتقالاته سواء كان في الضفة الغربية وحتى في منطقة القدس وحتى على مستوى قطاع غزة. حتى هذه اللحظة أصبح هناك 80 شهيدا منذ 7 أكتوبر لمنطقة المحافظات الضفة الغربية، وأصبح هناك قرابة 1,000 جريح فلسطيني في الضفة أيضا الغربية، ناهيك عن واقع القدس. أيضا هناك اقتحامات اليوم في المنطقة المقدسة، أصبح هناك بالفعل تم وضع الحواجز حتى لا يتم أن يكون المرابطون المقدسين في المنطقة المقدسة. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحسم فكرتها ويحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في واقع عقيدتها الصهيونية الإحلالية التي تريد الأرض ودون الشعب. الاحتلال الإسرائيلي هو يعتبر الدول الغربية يهودا والسامرة، ولا يعتبرها أن هي للشعب الفلسطيني، ولا يقر بحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يريد أن يعطي دولة فلسطينية، وهذا ما أشار إليه نتنياهو لأكثر من نقطة، لن نعطي الشعب الفلسطيني أي دولة وأي حق تقرير المصير، وهذا مخالف لكل القوانين الدولية. وللأسف أن الحكومة الائتلافية هي حكومة يمينية متطرفة، هي لا تؤمن بالوجود الفلسطيني، هي بالعكس هي تعتبر أن هذه الحرب هي حرب صراع وجود، بمعنى حرب صراع وجود الفلسطينيين على أرضهم. لذلك هم يعني يفصلون الواقع الإنساني عن الواقع الأمني وأيضا العسكري. لذلك الاحتلال الإسرائيلي باعتقادي هو مستمر في سياق هذه المعركة في قطاع غزة. لماذا؟ حتى أولا يحقق النصر للشارع الإسرائيلي، يعني بمعنى أن الحكومة نتنياهو يريد أن يحقق النصر الذي فشل في سياقه بسبب دخول حركة المقاومة بكافة أشكاله وأيديولوجياته إلى منطقة مستوطنة غلاف غزة، وتم أسر الأسرى الإسرائيليون، وأيضا هناك قتل الكثير أكثر من 305 نعم جند إسرائيل، وتم أسر الأسرى الإسرائيليون. ناهيك أن الإسرائيليون يريدون النصر ليس فقط على المستوى الداخلي،
وإنما إظهار هذا الأمر للمجتمع الدولي بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا قدمت كل هذا الدعم اللوجستي والتسليحي والمعنوي؟ قدمت هذا الأمر حتى تنقذ الدور الوظيفي أو الكيان الوظيفي في منطقة الشرق الأوسط. تعتبر إسرائيل هي أكبر قاعدة أمريكية متقدمة في المنطقة، لكن يشيرون إليها باستخدام المشروع الإسرائيلي كغطاء. ولكن في نهاية المطاف هي إسرائيل، كل هذا الجيش الاحتلال الإسرائيلي كلها من الضباط والجنسيات الأمريكية والفرنسية والإيطالية والبريطانية، كل هذا الجيش جاء من كل الدول الغربية. لذلك المجتمع الدولي هناك كثير من المواقف المتناقضة، يشيرون إلى حقوق الإنسان ولكن يدعمون الاحتلال بالسلاح اللوجستي والدعم والمعلومات. وكنا شاهدنا رحلات الحج بايدن ورئيس وزراء بريطاني وماكرون وغيره، فقط نفهم منكم في رام الله الحج أو عربيا هناك دعم كبير. طبيعة الدعم في القاعة المقاومة صحيح، شفنا اليوم يعني خروج في بيت لحم قبل نابلس من المساجد، لكن ما الذي يكبل المقاومة ونصرة المقاومة في رام الله وغيره؟ باعتقادي أن في المحافظات الضفة الغربية هناك المسيرات والتضامن يتواجد في كل مكان هذه المسيرات، لكن لم تتحول هذه المسيرات إلى انتفاضة. سوف أذكر لك عدة أسباب. أولا أن الضفة الغربية من يحكمها هي السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية الفلسطينية مكبلة باتفاق أوسلو بأن تقوم بعملية التنسيق الأمني بينها وبين الاحتلال الصهيوني. هذه هي مصدر لذلك، يعني لم تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم أن قادم الأيام سوف تقوم الاحتلال الإسرائيلي على عملية اضعاف السلطة، كما يقوم بعملية اقتلاع المقاومة قطاع غزة. سوف يقوم أيضا باقتلاع أو الكيان السياسية من الضفة الغربية وهي متمثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، بالعكس ويضعفها أضعافها سياسيا وأضعافها ماليا. لذلك الاحتلال هو يقتل بعملية الاضعاف التدريجي. لماذا لم يتحول الضفة الغربية إلى انتفاضة نصرة لقطاع غزة؟ هم يقومون بالمسيرات، لكن هذه المسيرات لم تظهر الوجه. دكتورة نريد أن نفهم بالفعل، ربما وجود حماس، قبل أن أحيل الكلمة للسي بحري، وجود حماس ربما يعني مضغوط في الضفة الغربية، لكن حركات المقاومة الأخرى حتى سيد فتح عندها وجود أم لا؟ نريد أن نفهم خارطة يعني ديمغرافية المقاومة في الضفة حتى سيد فتح. إذا تحدثنا بكل واقع، حركة فتح هناك الجانب السياسي وهناك الجانب ممثلا لكتائب شهداء الأقصى. حتى كتائب شهداء الأقصى أيضا يتم اعتقالهم من قبل الاحتلال، أو حتى على مستوى أن يكون هناك تنسيقا بين الأجهزة الأمنية وأيضا واقع ما يسمى الاحتلال الإسرائيلي. لكن هناك بعض المقاومين، إذا تحدثنا بكل واقع في الضفة الغربية، كان هناك مقاومين من الجهاد الإسلامي، مقاومين حركة فتح، مقاومين أيضا حماس، من الجبهة الشعبية، من كافة أشكال الفصائل الفلسطينية. لكن الإشكالية الكبرى أن الجانب السياسي هو ما زال حتى هذه اللحظة هو يرتهن لخيار المفاوضات أو خيار السلام، وهذا ما أدى إلى ضياع الضفة الغربية، إلى ضياع الأرض. أصبح هناك الاستيطان المستشري في الضفة الغربية نتيجة ارتهال على الواقع السياسي. باعتقادي أن السلطة الغربية الفلسطينية عليها إيجاد طرق أكثر، وهي عملية التوحد كل الفصائل الأخرى التي لها علاقة بعملية المقاومة مجابهة الاحتلال، وهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني. حق المشروع أن يحافظ على أرضه تحت إطار قانون هذه السلطة، سلطة محتلة. القرارات الأمم المتحدة تشير أن على أي شعب. سنناقش معك بعد قليل ربما محاولات في ظل يعني هناك صراع داخل اليمين واليسار في إسرائيل يريد أن ينقل ربما الحرب هذه والمعركة إلى الصف الفلسطيني.